نقدم لكم متابعي كرة قدم في كل مكان جدول مباريات اليوم الجمعة 6 يوليو 2018، والذي يتضمن أهم مباريات مونديال روسيا 2018. وتجرى اليوم الجمعة 6 يوليو مباريات من العيار الثقيل في دور ربع نهائي كأس العالم مونديال روسيا 2018، وهي مباراتين كالتالي: المباراة الأولى فرنسا ضد أوروغواي، تقام في تمام الساعة 4 مساء بتوقيت مصر والخامسة بتوقيت السعودية. المباراة الثانية البرازيل ضد بلجيكا، وتقام في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت مصر والتاسعة بتوقيت السعودية. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.